صباح الخير. أثناء بحث أجريته سريعا عبر الإنترنت على كيفية الوصول للقوانين والأخلاقيات اللي لازم كأشخاص نتبعها أثناء وجودنا بالطبيعة، استوقفني قول باللغة الإنجليزية بيقول Nature is not a place to visit, it is home. وبالتالي بمعنى أنه الطبيعة هي مكان، ليست مكان للزيارة فقط، إنما هي بيت ومنزل للكائنات، للحيوانات والنباتات يلي والحشرات الموجودة بهالطبيعة. فإذا بنستوعب أهمية هالموضوع مشاهدينا، بنعرف أنه نحن وجودنا بالطبيعة يعني كأنه نحن موجودين ببيت هالكائنات، ومنستوعب الأخلاقيات اللي لازم نتبعها أثناء وجودنا بهالبيت. لنغوص أكثر بالموضوع بصيرني رحب بضيفي مستشار بتطوير وتسويق السياحة البيئية عون إبعون. صباح الخير. بونجور شيرين. بونجور عون. يعني لما نقول نحن بدنا نتبع أخلاقيات وقوانين بالطبيعة، هذا بينافي أو بعاكس القول اللي بيقول إنه كمان نحن نكون على طبيعتنا وحرين بالطبيعة. Definitely لما نطلع على الطبيعة بنحس حالنا بنحس بالحرية. بس قبل ما نحكي عن هذا الموضوع بحب أقول إنه عمر الأرض 4.5 مليار سنة. والأرض عندها كيانة، يعني عندها في التراب، النباتات، الحيوانات، الإنسان، كلنا من هالأرض. والهواء، المي. سو لما نطلع على الأرض بتعكس حياتنا، يعني نطلع منحس حالنا، منحس بالحرية اللي عم بتقولي عنها. والمشكلة وين؟ إنه صرنا على مرحلة بتصور فقدنا شو يعني قيمة النعمة اللي عنا إياها، خاصة نحن بلبنان. يعني بلبنان عنا هجبال والطقس الحلو والخضر، ما بنعرف قيمته. ومشان هيك اليوم الهدف إنه نحكي عن ثقافة الرياضات اللي بتتمارس بالهواء الطلق أو لكل شيء، الأشخاص، الناس اللي بحبوا يطلعوا يقضوا وقت بالطبيعة، شو هي الثقافة اللي لازم نبنيها حوالين هالأكتيفيتي؟ نحن أخذنا 4 حالات، هن أكثر حالات اللي منصادفهم بأثناء وجودنا بالطبيعة، والأكثر أشخاص بحبوا أنه يمرسوها بالطبيعة. رح نبدأ بأول حالة اللي هي المغاور. ونحن بلبنان معروف قديش الثروة الجوفية مهمة كتير، وعنا ثروة كتير مهمة، يعني غنيين بهالمجال. وفي كتير مغاور بلبنان، وفي كتير أشخاص بحبوا يفوتوا على المغارة وما بكونوا مؤهلين. خلينا نبلش نبدأ بالسيفتي، بالمعايير السلامة، غير أنه موضوع لما نفوت على مغارة ونشوه فيها. مغاور لبنان كتار، يعني لبنان معروف انه فيه كتير مغاور. والمغارة هي شريان الارض يلي بتقطع المي، يعني كل المياه الجوفية بلبنان بتقطع بيه المغاور تبع لبنان، وهالمي بالاخر بتوصل يلي هي بتسقينا، بنسقي فيها الزراعة تبع لبنان. سو عنا ثروة مائية وثروة جوفية كتير مهمة، والمغاور هي جزء منها. وغير الجماليات، يعني عم نشوف بالصور، وهون عم نشوف التشويه اللي الأشخاص بيعملوه بالصورة. يعني لما نفوت على المغارة ونكتب أسامينا، سارة مرت من هنا، هذا شيء يمكن بضحك بس خطر كتير على المغارة، يعني شوهنا فيها وما بتعود تروح. بتعرف المغاور عالم بحد ذاته، كل سنتيمتر ليتكون من الهابيتات، بنشوف شفنا بالصور في بسمون هابيتات سلكتايت وسلكمايت، كل سنتيمتر بياخذ تقريبا 100 سنه ليتكون. واليوم المغاره هي بدها علماء يفوتوا عليها، بدها ناس محترفين. اليوم في دراسات للمي، دراسات جيولوجيا، دراسات حتى فيها نعرف الطقس كيف كان من كذا ألف سنة لورا وكيف حيكون لقدام. صحيح. من وراء التكلسات الموجودة. واللي بيفوتوا على المغاور هن ناس محترفين، بيكونوا بنسميهم كايفرز أو مستغويرين. وبلبنان عنا 4 نوادي، 4 نوادي كتير محترفين بهذا المجال. صح. المشكلة اليوم أنه في كتير شباب، هي مشكلة ومنا مشكلة بذات الوقت، في شباب عندهم الحماس وعندهم الشجاعة وبحبوا يستكشفوا القصص يلي منا معروفة، وبيفوتوا على مغاور ما بيعرفوها. هذا شيء حلو لأنه عندهم هالسبيريت أنه يطلعوا يستكشفوا. المشكلة وين بتصير؟ أول شيء عم يفوتوا على محل ما بيعرفوا شيء عنه، ما عندهم ثقافة عنه. شو يعني؟ المغارة فيها كتير خطورات، من التمبرتشر تبع الحرارة، من يعني الأرض تبعها منا أرض ثابتة مثل الحياة اللي محل منروح منمشي فيه بالجبل. فيها تكون فيها بقلب المغارة في عندك هوة بتنزل، يعني بتكون عم تمشي جالس بعدين فيك تنزلي 50 و100 متر نزول. يعني شخص غير مؤهل ما بيعرف يقرأ المغارة رح يكون يعني معرض للخطورة. في الواحد يضيع بسهولة لأنه أوقات بتشوفي قصص مفارق مثل بعضها، يعني ما بتعودي تعرفي أنت وين.
بقى في تقنيات، في احتراف الواحد بهذا المجال. هلا غير هذا الشيء، اليوم الناس جديد او ما بيعرفوا محمسين بفوتوا على مغاره او بفوتوا مع حدا اول مره بيجوا بفوتوا لحالهم، المشكله وين؟ انه الواحد بقلب مغاره اذا فكش اجره فيه يقعد 10 و20 ساعه وفيها توصل لكثير قصص خطره ثانيه، فيه يضيع بسهوله. بعدين عم بيصير في تشوهات، يعني الناس بتفوت اوقات بكسروا الستالكتايت والستالكتايت، بشوفوهم حلوين بس لما بياخذوهم على البيت ببطل فيها شيء حلو، بتصير حجه عاديه. وكمان مثل ما شفنا في جرافيتي اوقات بقلب مغاره، يعني الناس بيرشوا انه هن قطعوا بهالمغاره مثل ما شفنا بالصوره. يمكن مثل قيمات البابلونيين او اسيريانز او كل اللي قطعوا بلبنان بيتركوا مارك، لانه ما بعرف يمكن انسان عنده اياها بهزمامه اللي بده يترك شيء انه هو عمل شيء انجاز مهم. بس هيدا اسمه تشوه، هيدا عم بيشوه شيء كثير حلو، عم بيشوه شيء منه له. اصلا كل ما غير لبنان هي ملك الدوله، منا ملك حدا. الثروه الجوفيه هي بتملكها الدوله. حتى النوادي لما يفوتوا بيستكشفوا مغاره جديده بيكون عم بيعملوها دراسات بترجع تنعطى كمان للدوله. بقى في عالم بحد ذاته، انا بنصح كل واحد بده بحب هذا المجال يفوت بنادي، لانه حيتعلم مش بس تقنيات، حيتعلم الثقافه، حيتعلم عن الايكو سيستم، البيئه تبع المغاور اكيد. وبعدين عون الاكسبيرينس بتختلف، يعني لما تكون انت مع شخص مؤهل بالمغاره، مثل ما طلعنا على العقوره فتنا على غابه، على مغاره الرويس، وهون بوجه تحيه لغاده سالم من الالاس اللي فعلا خلتنا عيش الاكسبيرينس تبع المغاره، كانت كتير حلوه لدرجه انه قدرنا نسمع سيمفونيه المي، الموسيقى اللي بتعملها المي بالمغاره، موسيقى المي، صوت السايلنس، يوم السكوت، في صمت، في لذة لما الواحد يكون بهيك محل وعم يستكشفه بكل الحواس تبعه. اكيد منا فايتين لا لنحط موسيقى، لا لنرش سبراي، لا لنكسر وناخذ او لنلاقي كنز، مثل ما كثير ناس بيفكروا انه حيفوتوا يلاقوا. صح، الكنز سروي. هو الجمال اللي لازم نحن نحافظ عليه. بننتقل للحاله الثانيه وبنشوف الفيديو سوا لنعلق عليه. بليز اهم شيء ما تنسوا تطفوا وراكم كل ما تخيلوا لورا شمشو. الموقدة، يعني اليوم يمكن رح نشوف كثير موائد بال بال بالعيد، وهون بنعيد كل اللبنانيين بعيد الاضحى المبارك، وان شاء الله يا رب هالعيد يجيب طولة البال والامل للبنان احلى، نحن بحاجه لها هلا، ويمكن لانه بحاجه لهالامور نظهر بالطبيعه اكثر تا هيك نستمتع اكثر ونحس بمجال احلى للحياه. نعمل بيكنيك كثير بالطبيعه ونعمل منخيم، وفعليا اكيد موقده هي جزء من هالاكسبيرينس. اجمل وقت نقضيه بالطبيعه اكيد، وقعدة الموقد الفاير كامب فيها تشارم وفيها ماجيك، يعني ما في الواحد يوصفه، مش هيك ناس بتحب تروح تعمل فاير كامبس. الشيء الوحيد لازم ننتبه له لما نطلع نعمل بيكنيك او لما نطلع على الطبيعه نخيم، هو انه اول شيء الفاير كامب في عنده لازم الواحد ينتبه على كم شغله. اول شيء ما نقص خصون خضرة لنعمل فاير كامب، لانه اصلا ما حتولع معنا. ثاني شيء بنكون عم ناذي الشجر. ثاني شيء ما في ضروره للموقد اللي كثير كبير اللي عم نشوفها بالصوره، اللي عم نشوفه هو علو الموقد. يعني اليوم لما نعمل موقد ما عايزين نعملها مترين وثلاثه، يعني عاده بس السكاوتس ما بيعملوا بيج ايفنتس بيكونوا عم بيعملوها حتى بمحل ما في ابدا شجر حواليهم، فيهم يعملوا موقد كبيره بيكون في 500 او 600 شخص، بس لما يكون قاعدين 5 أو 10 اشخاص فاير علوه نص متر او متر ماكسيموم. حتى وقت نحن الناس اللي كثير بيخيموا بيعملوا فاير كامبس بيكون انجا 30-50 سنتي، لانه شو ما تعلى النار ما بتقعدي تقشع شيء، يعني صحيح بطلت تنبسطي تقعدي حد النار لانه كثير قويه، ما فيك تقشع شيء حواليك من الغابه ولذه القعده بالليل بقلب الغابه. بقى هيدي من اهم قصص. وما بتقعد تدفي كثير كمان، بتصير بتكون بتصير قوية كثير من بعد عنا. المهم بهذا الموضوع، أهم شيء بهذا الموضوع هو
ننتبه كيف نعمل الفاير كامب. لازم نقي محل ما فيه كتير قش أو أتليس ننظف الأرض، ما يكون في فوقنا شجر أو حوالينا شجر قريب. لازم نبحث جورة صغيرة إذا قادرين، حتى التراب اللي بدنا نستقل شنين نجي عم طم فيه بعدين. وغمق الحفرة كمان بيساعد أنه الجمر ينزل شوي. بس أهم شيء هو كيف بدنا نرجع نطفي الفاير كامب. الناس بتفكر أنه إذا انطفت النار يعني ما بقى في ريسك، خلص فيهم يفلوا ويتركوا الموقدة مثل ما هي. مش مظبوط. ما في خطر الحريق. هون كل خطر الحريق، كل الحريق اللي عم تصير بلبنان أكتريتها فيها تصير من هيدا الموضوع. صح. وكتير أوقات بنكون عم نمشي بالجرد بالطبيعة بنشوف موائد متروكة، بيكون الجمر بعده حامي. إذا انطفت النار الجمر بضله حامي، حتى إذا انطفى الجمر الرماد بضله حامي، والهواء بيطير الرماد والجمر وبيحرق بغير محله. هي فعليا الحرائق اللي عم بتصير بالغابات هي من موائد متروكة أو من سيجارة مسوتة. صح. كتير هينة تطول على النار بالطبيعة لأنه القش يابس وكل شيء يابس على الأرض دغري بيولع. لازم لما نخلص إذا معنا مي منحط مي على الموقدة، بس ما بيقدي، لازم نرجع نحط تراب، حجار، كل الحجار جمعناهم نرجع نطمهم فوق الرماد ونرجع نحط تراب بالفخويت بين الحجار. هيدي الطريقة الوحيدة نأكد أنه الهواء ما حيطير جمر ويرجع يعمل حريقة من بعدنا بعد بيوم أو بيومين أو أكثر. بس يعني فينا نعمل موقدة بس ننتبه على ما تكون كبيرة، هذا عم نلخص، ونطفيها بالطريقة الصحيحة. فالأشخاص الموجودين اليوم بالطبيعة عم تعملوا بيكنيك، فيكم تعملوا موقدة بس تبعوا المعايير. ننتقل للحالة الثالثة، منشوف فيديو سوا وكمان منعلق عليه. شباب الطبيعة منا نايت كلوب، موسيقى العالية تزعج وبتهرب كل الكائنات، فكول داون. يعني يمكن أنا من أكثر الأشخاص يلي بينزعجوا من الموسيقى العالية بالطبيعة ومن الأصوات العالية، من هيك أنا حبيت أعمل هالفيديو. منلاقي أشخاص عم يعملوا كلايمبينج، عم يتسلقوا جبال أو عم بيمشوا يمكن هايكينج بالطبيعة أو يمكن كامبينج أو بيكنيك، بس السبيكر يعني الأصوات العالية والموسيقى العالية بالطبيعة بهيك أوضاع مش كتير لذيذة، بتزعج. لما نطلع الطبيعة معنا أرمونيكا، حدا طالع معه جيتار على الفاير كامب، بس مكبرات الصوت مش كتير مستحبة. هولي حلوين، بس نطلع معنا سبيكرز بنص غابة أو عم نعمل بارتي، أبداً مش مسموح. مش مسموح ليش؟ لأنه في إيكو سيستم، يعني في سايكل متكامل بقلب الطبيعة. إذا في موسيقى عالية كل الحيوانات بتهرب على مئات الكيلومترات، ما بيقعدوا يقربوا، عم نهربوا من بيتهم. وإذا هربوا وعم بيهربوا من الانفايرمنت تبعهم مش الانفايرمنت تبعنا. وإذا هربوا الحيوانات بأسرعوا على السايكل تبع الطبيعة. سو في حياة بيئية متكاملة لازم ننتبه لها. هيدا اتس ساوند بوليوشن اكشلي، مثل ما في الزبالة بتلوث، في تلوث سمعي كمان هو ساوند بوليوشن. أخطر شيء بهذا الموضوع هو المطاعم. اليوم المطاعم أكيد حلو الواحد يطلع ياكل لقمة طيبة بمحل حلو بالطبيعة، بس أكثرية المطاعم يلي بيكونوا حد غابات أو حد محميات، المشكلة إنه عم بيحطوا موسيقى كتير عالية. يعني حتى إذا كانوا حد محمية natural reserve وهن برات المحمية بس بعد عنا نكزة صغيرة، وحطوا موسيقى عالية حيأثروا على الإيكو سيستم تبع المحمية، وهذا الشيء كتير خطر على بس خلينا هون نوضح كمان أنه الأشخاص المهتمين بالمحمية، وهون بحب كمان ألفت النظر كتير على محمية أرز الشوف المحيط الحيوي. يعني يمكن من أكثر الأشخاص يلي بيهتموا بهالموضوع، وممنوع منعاً باتاً ولا لأي مطعم يكون قريب حد المحمية ويحط موسيقى عالية. هون نشكرهم كتير على مجهودهم. شوف هي مثل لحياة المنطقة بلبنان بعد حافظ على الإيكو إنفايرمنت تبعها. شوف مش بس بيحافظوا على المحمية، تطوروا كتير أكتر وصار عندهم كل الضيع اللي حوالين المحمية، صاروا فايتين بالسيستم، صار في ثقافة. صح. شو معنات إنه الواحد يكون عم بيعيش بطريقة متناغمة مع الأرض تبعه؟ إنه أصلاً كمان أهل الجبل موجودة عندهم، بس مع المحمية وشغل الفريق المحمية صار في ثقافة كتير أقوى من هيك. إذا ما نروح أبعد من قصة الموسيقى والمطاعم، غير انه المطاعم كمان لازم ينتبهوا على الجوار الصحيه لان كمان عم بيلوثوا المياه الجوفيه، كمان ما نحكي اليوم عن اجان الثقافه.
حتى الكلايمبرز يعني اليوم اللي بيتسلقوا جبال اللي بيتسلق جبال هو شخص عم بيطلع تو كونكت بينه بين حاله وبين الجبل مع الارض عم بيكون بهالتركيز لانه بهالرياضه كثير حلوه لانه فيها العلاقه دايركت بينه وبين الجبل. اليوم في كلايمبرز جديد عم نشوفهم عم بيطلعوا على الجبل عم بيتسلقوا بس عم بيكونوا كانه رايحين على بارتي او عم بيروحوا عم بيحضروا ماتش فوتبول. بماتش فوتبول او ببارتي حر الواحد يغني ويرقص ويعيط ويعمل كل هالقصص، بس لما بنطلع على الجبل عم نتسلق جبال ما ضروري كل الناس اللي حوالينا تسمع انه نحن موجودين وعم نطلع عم نتسلق الجبل. في ساوند بوليوشن، لازم نحترم الكلايمبرز الباقيين ولازم نحترم الانفايرمنت اللي نحن فيه. وهون برجع على الثقافه، وفي عنا دور كتير مهم الانستراكتورز اللي بيمرنوا الناس يتسلقوا، النوادي، الجمعيات، لازم ينقلوا هالطريقه، طريقه التفكير هالنمطيه بالفكر للاشخاص اللي عم بيمرنون. ما بيقدر بس رح يدهمنا الوقت عون بعد في عنا حاله بدي اقول ما بيقدر بس انه يمرنوا التكنيكال بارت، لازم يقطعوا كمان الثقافه والكلتشر. صحيح. اخر حاله اللي هي يعني يمكن مشكله العصر اللي هي النفايات، خلينا نشوف الفيديو ومنعلق. شباب، أنا إلياس شامي من محبي المشي بالطبيعة. بدي أقلكم أنه الزبالة منا حلوة أبداً، خلينا نحافظ على طبيعتنا لحتى نضل عم نتمتع فيها. عن قدي بدنا تنوصل للشعب، لكل الأشخاص اللي بحبوا يطلعوا بالطبيعة ويفهموا أنه ما لازم نكب نفايات ولا زبالة بالطبيعة. أول شيء بدي أقول تانكيو للشباب يلي هن كمان شاركوا مشاهدين جبلية وشاركوا بهالموضوع، طلبنا منهم وبعتوا الفيديوز. لوران شمشوم والياس شامي. لما نطلع على الطبيعة إن كان الناس بيحافظوا عليها أو الناس يلي بيلوسوها، الاثنين بيحبوا الطبيعة. سو كل هالناس عم تطلع على الطبيعة، طب نحن إذا ما كلنا منحب نقضي وقت بالطبيعة خلينا نحافظ عليها. اليوم البلديات عم بيعانوا كتير، يعني نحكي مع البلديات بيقولولنا مننظف نهار الأربعاء نهار السبت كأنه ما عملنا شيء. لازم نوصل للأشخاص المعنيين ديراكت، يعني هن الشعب هو الأشخاص اللي عم بيطلعوا على الطبيعة، هن لازم يفهموا هالموضوع، وهن لازم ما يعني لما يشوفوا حاويات يحطوا بقلب الحاوية، وإذا استوعبوا عم نقطع صور للأب سايكلينج أو الريسايكلينج اللي بتنعمل من الأمور من الكبيات البلاستيك الزجاج اللي ممكن نحن عم نكبها وعم نلوث فيها، فينا نستعملها بهالطريقة بالصورة مثل عنا كولوار طويل عريض، بنقدر نستعمل إعادة استعمال. لا لنلاقي حل جذري، ما نشتغل على كذا محور. صح. اليوم بنشوف انه وزاره البيئه عم تفكر انه تعمل برامج بقلب المدارس خاصه بالبيئه، البلديات يلي عم بينظفوا ما لازم نوقف هون، لازم نعمل محاضرات، لازم نعمل يكون في عنا سوشيال بوليس يسقف الناس، لازم يكون في عنا اهم شيء موتيف الناس. صح. لما بيشوفوا الزباله تحولت لماتيريال فيهم يستعملوها مثل بنش معمول من ريسايكبل ماتيريال او اناني مي كمان ريسايكل فيهم يجوا يعبوا فيها مي. شكرا، بدي اشكرك كثير على كل المعلومات. اذا نضلنا نحكي بالموضوع بدنا نقعد اكثر من حلقه. صح، شكرا لك. مشاهدينا، الاسبوع المقبل بالحلقة علمية محط لتعرفوا أكثر، ما لكم إلا تتابعونا جمعة الجاي بنفس الوقت، وتفاصيل خلال الأسبوع عبر السوشيال ميديا فيسبوك بيج وإنستغرام لبنان وذا تويست. بريك صغير ومنتابع لايف.